من فضلكم برجاء الاشتراك الآن في القناة لتشجيعنا. تاريخي للبنفسجي، كرة الكرة ساندرو يضرب، أول سنة تعلق. أليكساس خطيرة، ماتسوكي صعبة، وكرة صعبة وجول، يضرب ساندرو ومرة أخرى لا مانسوكيتش ولا ديبالا، عامل حالة دي موبيلي لعب لاتسيو عمل 64. تقريب الدبل كريستيانو في نفس الشبكة، ممكن في نفس المكان، شور أكيد يضرب كرة فيما سبق ويسجلها بقميص الريد. سير 7 كريستيانو رونالدو، عدى كريستيانو برافو الدفاع، سبق كورتو برشا البرتغالي كريستيانو للتأكيد. يمشي رونالدو الدخلة، رونالدو يوزع كرة ممتازة العرضية، حط الكرة كريستيانو بشركنهالو وأولسن ولا أروع. رونالدو كعادتي رونالدو ولكن اليوم يلعب على التيتر على اللقب، كرة ممتازة والرسية والهدف الأول، ماريو مانزوكيتش سوبر ماريو في الجول. التسجيل وسط فرحة الأنصار، وسط التريكولور، وسط أندريا أنيلي ورفقاؤه وعائلته وابنائه وأولاده. 1-0 في سور خواتيم الشوط الأول في هذه العرضية في هذا رونالدو، وفرصة كبيرة من كريستيانو في مراوغة رونالدو 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 بشوط كرة. رونالدو في التوب، رونالدو في التوب، هو رونالدو وقت اللي يقرب شهر فبراير تعرفوه. رونالدو الحكم يرجع الى ضربة مرمى، يرجع اليكس يلعب ساندرو، ساندرو خطير العرضية، رونالدو وكريستيانو بالراس. كريستيانو رونالدو الان 113 كورة ومحاولة هجومية، 113 فاز يخرج منطقة الجزاء، امكانية رونالدو الثاني والحارس ماريو، رونالدو يضرب كورة جول. انت رايع يا اولسن، انت عملاق يا اولسن، عالمي يا اولسن. وقفة العادة ضد روما دائما متألق بالراس والثاني والهدف الثاني يضيع. اولسن اولسن اولسن، يحيى اولسن، بوسو اولسن، ارفع اولسن على الاعناق. الحكم قال كريستيانو بيده، كريستيانو بيده، قال له بيده لانه كان ما كانش بيده كان باش يلقى مشكل، ما لم يخسر بعد. رونالدو ينهيها الان، رونالدو 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 يخسر الكرة والثنائية كريستيانو، والكرة من كلايفرد والتماس لليوم. الكرة وين التوزيع، وين الراس، وين تشيكو يا ولد، طار طار، مش ممكن على كريستيانو. خلصها يا كريستيانو، كريستيانو كريستيانو الثاني، خلصها دوغلاس كوستا من الدور. السير 7 يسجل هدف سادس بالاسيست. نجم الكرة الأرجنتينية يا سادة، ليو ليو وحده وحده. من فضلكم برجاء الاشتراك الآن في القناة لتشجيعنا.